شاء الله تبارك الله، أمطار غزيرة في هذه الأثناء على محافظة العارضة. يوم الجمعة 20/0/1444 الموافق 16 سبتمبر 2022. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطار محافظة العارضة في هذه الأثناء ما شاء الله تبارك الله، أمطار متوسطة إلى غزيرة. طبعا اليوم الجمعة، صلوا وسلموا على هذه الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. 20/0/1444 الموافق 16 سبتمبر 2022 ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يحقق لنا الأمان كلها ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، لك البطارية على مطلع العرب. سبحان الله العظيم، سحابة محدودة على مطلع العرض. لا شوف الهطول اللي قدامنا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. راح نتقدم الان الى هذه السحابه ونستمتع معا باجواء المطر هناك، منظر جميل بديع جدا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ما شاء الله تبارك الله، اختفت الآن الجبال تحت زخات الأمطار الغزيرة باستثناء الجنوبية منها. ما شاء الله شوف الجبال اللي هنا الآن واضح معكم الفاصل، ما شاء الله أجزاء تحت زخات الأمطار وأجزاء خلاص راح يجيه المطر الآن. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيبا نافعا يا رب. وعن الله المطر والهواء الشديد مو معطينا فرصة مرة. ما شاء الله تبارك الله.